انجلترا حاولت ووصلت الحلول للهوليغانيزم في ظاهره الهوليغانيزم في الاستادات نتاعها، براتيكمون قضت عليها مش لقات حلول. خلينا نشوفوا شنو عملت لونجلتير باش قاومت الظاهره هذه. البطولة الأعلى قيمة تسويقية والأولى عالمياً على المستوى الرياضي واللي تستقطب أقوى نجوم العالم وتحقق أعلى نسب المشاهدة، هذه هي البريمير ليج في آخر 10 سنين. لكن الوجه المشرق للكرة الإنجليزية ما يمنعش أنها عانت برشا من غول اسمه الهوليغانز. الهوليغانز هما أساساً محبو الرياضة اللي يقوموا بأعمال شغب خصوصاً في كرة القدم. الظاهرة قديمة في كرة القدم الإنجليزية وعرف ذروتها في السبعينات وخاصة الثمانينات بأحداث كما حادثة بريدفورد سنة 1985. This was supposed to be a day of utter joy, triumph and celebration. It's turning it into a nightmare. الحادثة اللي صدمت العالم وغيرت من شكل كرة القدم هي حادثة ملعب هيزل ببلجيكيا يوم نهائي كأس الأندية البطلة بين ليفربول وجوفنتوس الإيطالي. لحظات قبل بداية المباراة جمهور الريدز يهجم على جمهور التريبون زيت ويتسبب في مقتل 39 شخص مباشرة على التلفاز وأمام ملايين المشاهدين. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يضرب بقوة ويعاقب الأندية الإنجليزية بحرمانها من البطولات الأوروبية لمدة 5 سنوات وليفربول لمدة 10 سنوات، ويفرض وجود كاميرا في الملاعب ومعاقبة أي مذنب بحرمانه من الملعب مدى الحياة. رجع جمهور ليفربول لقلب الحدث في 15 أبريل 1989، نصف نهائي الكأس في ملعب إيسبرو ماتوا فيه 94 محب للريدز. وقتها السلطات البريطانية خذت قرارات تمكنت بها من القضاء تدريجياً على الهوليغانيزم في الملاعب. أسعار التذاكر زادت 10 مرات مما أدى لعزوف الطبقة المتوسطة عن الذهاب إلى الملعب، إعادة تهيئة الملاعب بإزالة الحديد والحواجز والاقتصار على المقاعد والتجهيز بكاميرات مراقبة، تسويق للدوري وبيع الحقوق، الشيء اللي خلى كل من كان يقوم بأعمال الشغب يكتفي بالمشاهدة في الحانات والمقاهي. إجراءات خلت أعمال العنف تختفي من الملاعب الإنجليزية. على الصعيد الأوروبي أحداث مباراة كأس العالم بين إنجلترا وتونس سنة 98 خلت السلطات البلجيكية والهولندية اللي نظموا كأس أوروبا 2000 يتخذوا إجراءات جديدة تحت تسمية الكوتشينج فان والكراود مانجر، نجحت بصفة كبيرة في القضاء على ظاهرة الهوليغانز.